ايه ده بقى؟ يا زي يحدث. الله، البيبيجا النهارده معانا لعبه البيبي الملبوس، نزل لها ابديت. فاوكي نشوف اللعبه معانا بتقول ايه. في القط ده بتاع اخر مره اللي نطينا في اللوحه وراح اخدنا مع سحبنا في اللوحه، فهنشوفه. اوكي ده البيت بتاع في زلزال ده ولا ايه؟ فين البيبي؟ القطه لسه. طيب هو في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مش كده. الله 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 الله، بامبرز بتاع البيبي ده. ودي القعده. ايه ده الثقب الاسود. اتوقع لازم نتبعه بالقطوه. هدي كده، ماشي. اطلع فوق على القطوه. فين القطوه؟ ده تشيس شطرنج. القطوه دخلت فين؟ اتوقع دخلت هنا. تعال نشوف، ده مقفول، يبقى لازم نطلع فوق عشان نتسحب. ايه يا عم فجعتني، ايه الهبل ده على الصبح؟ اوكي نطلع فوق عشان نتسحب في اللوحه تاني، صح؟ اهي القطوه، لازم نروح ورا القطوه. تعالى يا قطوه. مشهد القطوه دخلت في الصوره، ايه اللي هيحصل؟ اكيد هنخش بسكوره. ايوه شبه كل مره. والبيبي هيبقى واقف. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه، البيبي ضحك علينا. ماشي اوكي. ايه بقى؟ فولو ذا بلاك كات. فين البلاك كات اللي هناك دي؟ بس احنا سحبنا فين كده؟ سحبنا في الفضاء. يا قطوة عامله ايه؟ اختفت. نعمله ايه احنا دلوقتي بقى؟ لول ايه اللي حصل بس كده؟ اوه اهي طلعنا من الناحية التانية من اللوحة ولا ايه؟ انا مش فاهم راحت فين. هي اللي هناك دي؟ هي فلوسة بلاك كات برضه. ايه يا بيبي لبستنا انت وهربت. ماشي ده كتاب، ده سيبه مكانه. هنروح نشوف القطة. ايه الحاجات دي؟ ميسنج. اوكي اهي القطة، امسكها. الو، طب ايه يعني اخش ازاي انا دلوقتي؟ بتعرف في الغاز هنا اتوقع. 1 2 3 4 5 6 7 واحد تاني، يبقى عايزين كتاب رقم 2. فين كتاب رقم 2 بقى؟ طب ده كتاب رقم 5 هنا، 4 5 حطه هنا. فين كتاب رقم 2؟ اهو رقم 2، روح حطه هناك كده. فاضل كتاب رقم 3، في كتاب ناقص. ده 4، مش عايزين ده، عايزين رقم 3. في رقم 3 اهو، 3. طب ما كنا خدناه من الاول. ماشي ايه اللي بينور هنا؟ ما اعرفش. طيب انا جاي لك يا قطر، افتح الباب. هتهربي مني؟ تعالي هنا يا ولية. نقلت فين؟ هنا. ماشي مقبوله مني. ايه ده بقى؟ ده فرن. المفروض نرمي فيه الطوب ده بقى عشان يولع، صح؟ ماشي حط طوبه كمان. استر يا رب. يلا فرع اخرة التهور. ننزله بينك يا قطوة. شمال ولا مفيش؟ اصلا هو كلها شمال، يبقى نمشي شمال بقى ونطول له شمال. في مدخل من هنا؟ مفيش مدخل من هنا. ايه يا قطة؟ ايه يا قطة؟ بالراحة. طيب من هنا اتوقع لازم نتبع القطة. هنا مقفولة، مفيش غير هنا بقى. افتح الباب ده كده. طيب الله يخرب بيتك يا بيبي. يخرب، انا ايه اللي خلاني اشتغل بيبي سيتر؟ ايوه. ايه ده؟ في ايه؟ حد بيخبط في حد بقى. طب طلعوني من هنا. انا طبعا مش رايح لهناك. نشوف بس ايه اللي هنا الاول. اوكي دي بطارية، ده حبر اتوقع. دي بطارية وهنا فنجان قهوة. طيب احنا كده فتحنا الباب ده. طيب عشان لفة ما نفوش اللفة اللي هنا في النادي تاني، يعني ما ينفعش نطلع. لا تعال نشوف في ايه اللي بيتخبط بره. هو بيخبط هنا. ايه يا مصدعانا ليه يا ماما؟ ربو. اوكي ده ميت. اجيب له ايه؟ اجيب له بطاريه. اتوقع لازم نجيب له بطاريه. استنى نجيب له بطاريه من هناك عشان بطاريته خربت. نروح نجيب له بطاريه. ايه الاصوات دي بس يا معلم؟ طيب القطه مشت. اوكي الو، انت حي؟ شكله حي. ده حي صح يا جماعه. اوكي بقول لك تيك روبوت تو ابستيرز فور ريبير، يعني وديه في الدور اللي فوق عشان تصلح. طيب تصلح، اعمل لك ايه؟ تصلح صلح كده. طب اجيب مفك واصلح. استنى كان في مفك هنا. لا شاكوش اي حاجه. ايه ده؟ تصلح. حول الله يا رب. ايه ده؟ البيبي قرب. انت مش كنت ورايا؟ لا بص عليا يا جدعان. طيب نروح نشوف الروبوت ده. طب نصلحه ازاي؟ حطه كده هنا جرب. اوه كونكتنج.
لودينج. دي لعبة. اوكي دول صعبة صح. ركز يا عم. ماشي سوري سوري يا روبوت. واحد يا عمي. واحد اثنين. لا حول الروبوت هيموت. دي واحد اثنين. واحد اثنين. واحد اثنين. اوكي واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. ايزي شحننا الروبوت. او مش ايزي الصراحة صعبة شوية بس هاي. اسمه نويت. ايه نويت؟ ايه ده؟ البتاع ده شفتها تحت. ده عايز حبر. اوكي استنى انزل اجيبه لك. وجاي انزل جيب له حبر من تحت معلم. اهي هي دي. نطلع لك هو بقى. هوب هو ايه اللي فرق؟ سمعت صوت الواد ده. خد. عملت ايه يالا؟ عملت ايه ياض؟ انت لو قاعد تتفرج دي صح؟ تمام. جاي لك جاي لك جاي. اوب. هو احنا حطيناه هنا. اوه طب هو بايظ من تحت عايز يتصلح. واحنا نخش هنا. افتح الباب ده. الباب ده خش هنا كده شوف ايه ده. افتح الباب. هات بتاع من دي. دي رجل الروبوت. رجلين الروبوت رميتها ليه؟ هاتها معاك. هاي حط رجل الروبوت دي هنا كده. وايه ده بط لول بطبيط بطبيط. حلوين. اوكي ايه ده بقى؟ افتح عليه كده. اوه ايه ده بقى؟ ده علاء الدين ده ولا ايه؟ انا مفيش حاجه. ده عرس الواد الكرنج. اوكي هد كده. انا معايا البتاعه دي. تعرف تعمل بيها ايه؟ طب تعال. اوكي قفل الباب. فتح الباب. اتوقع اتوقع دي هنحطها هنا كده. اوهو طب لو شلنا الواد. ما اتقفلش الباب. طب هات البتاع ده كده ارزعه هنا وشغل البتاع. بقى بيطير. اوكي حلو والله بقى بيتي. خد يا خاي. انا اصلحك وانت تسيبني تمشي. يا خاي هات بطبوط بقى. يلا يلا ستر يا رب. خد يا عم بطه واسكت. ايه ده اهو ايه ده؟ عامل ايه؟ كنت فكرني هتسيبني وتمشي. عايز مفك مفتاح 14. خد طالع فوق. تعمل ايه انت فاي؟ رجع تاني. عايز ايه؟ عايز بنزين. مش بنزين مش بنزين. ايه يا عم الرب؟ اهو بنزين. هات بقى البنزين كده احذف بوله. خد يا معلم ده شرب. صحة. عايز ايه؟ شاكوش همر. ده مفك مفكات. فين الشواكيش؟ فين الشواكيش؟ تاخد بطبوط مفك ورد. شواكيش فين يا معلم؟ صامولة. اهو الشواكيش. خد شاكوش اهو. ولا هاخد البطبوط اللي هناك ده كده وجايله. بص يا جماعه البطه. انا شفت البتاع ده بيتحرك والله. خلي البطه دي هنا. ايه ده بقى؟ هو ده اسانسير؟ ده شغل لنا اسانسير. شكرا والله. نويت مش عارف اسمك ايه. نويت. اوكي حاسس البطبوط. فين البطبوط؟ يلا الولا طلع. الولا طلع شكل طلع. ايوه اهو في الوادي. يخرب بيت شكلك ربت شكلك. انت ما بتحلش من عليا يا اخي. اوكي خلصنا اول شابتر. نخش على الشابتر الثاني. يلا بينا. ايه الصور دي؟ ايه ده اهو الروبوت بتاعنا عامل ايه؟ ممكن امسكه؟ حلو مسح الدجال. حول الله رب. الصور غريبه. اوكي مفيش سبيس حتى. طيب انا بدوس على البتاع دي بتفتح. طيب تمام. اقفل بقى. في ايه هنا؟ باب معلق. وده مش معلق. ده الباب دي ما تفتحش. طيب نخش على الباب الرئيسي نشوف في ايه. الباب الرئيسي ده اتوقع بيسحب كل حاجة. طيب بيسحب الاطفال الرخمة. افتح لنا الباب كده. يلا يا نويت. يلا بينا خش خش. يلا بينا. اوكي بقى الحاجات الغريبة دي. عايز ايه؟ تيك الوك اراوند. بيقول لي خد بصة. طيب القطة اهي جوه ومعاها مفتاح الهلال. طب تمام بنشوف بقى هنا ايه. بيقول لك الزرعة دي دي رقم واحد. اتنين نويت بيرص على الزرعة. ايه ده في مفتاح اهو. هات مفتاح. اوكي ما ينفعش. انا بعد كده بتحط ده على ده فيطلع لك جرعة فتديها للبيبي. طيب تمام. ودي بتاعت الجرعة.
اتكسرت ودي اللي بتاخد منها الجرعة وده كتاب الجرعة هي دي الزرعة. طب تمام فين نويت؟ تعالى رشلنا على الزرعة دي والنبي يلا موتي موتي ادينا ادينا يلا نويت هنحطها هناك. عمال تسرف الزرع انت نحط البتاع دي هنا كده هو بيقول لك احمر وازرق يدينا لام مغناطيسي احمر واسرق اسرق اسرق اوكي هيطلع لنا لون ايه بقى بنفسجي طلع لنا لون بنفسجي طيب اوكي ايه ده بقى ماذا يحدث الله البيبيجا البيبيجا يا لهوي البيبي اتحول لشارون اتحول لبيبي تاني طيب خد يا بيبي امسك يلا بقى مغناطيس بيشد كل حاجه حواليه هو البط بط حاجه بتتشد تمام بقى كده هات المفتاح ده ممكن تسيب هات المفتاح غرفه ده اذا انت عارف يخرب بيت رخامتك اوكي هنا رضعات برضه طيب وهنا شاكوش وهنا مش عارف فتحنا الباب ده فين نويت ازاي كان نويت كل ده اكل خضرة طماطم فرخة ايه الفرخة اللي كنت بتخلصها كلها لوحدك كمس انت رخي هات البتاعة دي كده محتاجينها بس على بارد حطها هنا يا رخم رخم اوكي في هنا اتوقع نحط له اللحمية نحط الفرخة عشان يسكت يا ابني بس براد انت رخم صوتك مزعج مزعج ايش يلا بس فيه هاي خد يا عم كله واسكت ما اكلش عنك ما اكلت عنك متفح في ايه هنا الباب ده اللي معلق برضه في ايه ورا لا احنا كده كده دخلنا بقى مش مقفول مقفول اوكي مفيش حاجه ورا تمام نطلع من هنا كده احنا عايزين مفتاح بس يا بارد عايزين مفتاح هنا عشان نخش طب نعمله ايه بصوا على الخطه دي ناخد جرعه من دي ونتفحها للواد ونروح اهي جايبين هنا ونسحب البتاعه دي ومش راضي تسحب ليه سحب اوكي جاب المفتاح ولا لا ها ايوه شد المفتاح وطلع علينا يلا يا بارد اوكي افتح الباب ده فين البلاك كات طلعت فين طلعت فوق اوكي ايه ده بقى ده ساحر اسود ده اقفل الباب ده كده عشان الواد ده رخم اوكي في ايه هنا كتاب كتابين كان في هنا كتاب واحد هو فين ده طلع هنا يا جدعان ربيت رخامات شكله لو طلعنا فوق في ايه مفيش انزل تحت ثاني طيب هات هات نويت تعالى هو فين اركب هو فين يلا يلا يا بارد ان العبوا شكلك تعالى اركب طلعه طيب اطلع فوق طيب في هنا مربع مربع اوكي هاد ده كده اطلع طلع فوق يب يا ابن يا ابن انت ليه تكسود انا استنى ما اطلع لك بس في هنا مثلث طيب مثلث طيب هنا مثلث اوكي تعالى على على نويت اركب انا طالع لك دلوقتي انا وافرجك افرجك مهم تعالى على ابار القطة مشت يا عم انت كل ما اجيلك هتمشي تعالى على يلا الرخامة اللي فيك دي لا انت بارد بس ما بتضربش والله رخ اوكي هنا اختاروا ايه طيب اول حاجة مثلث عشان مفيش غير اصلا دي معين مربع اوكي فتح ده ماسك اتنين تلاتة هنا اكل كلاب قطط ولا مش عارف ايه بتاع الباب ده كده انزل 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 على السلم ده يا حول الله يا رب لا حول يا ابني احمد يا ابني يخرب بيتك انت معفرط بجد والله طيب ايه ده بقى الكاميرا دي انت ليه انت انس ولا جنس ترزع نخش هنا دي دي غرفة التحميض ودي الصور طب هدي كده نفتح الكاميرا هات الفيلم صور جايلك تعالى نحمض الصورة استنى بس اتحرقت
اتحرقتش بقى. اوكي حمد الصورة. اتحرقت. طيب نصوره تاني. اطلع على بره. طيب انت في الصورة باظ الصورة. صور فيها. هو الكرسي هنا باين بايظ بس هنا في الصورة عادل. طيب تعالى هات هات البتاع ده. اقفل الباب عشان الشمس. محمد حطها هنا كده. طيب طلعت بقى كرسي مرتب الدنيا حلوة. شفت غربة. نطلع كده. اوكي الحاجة اللي بنصورها بتطلع بره. طيب تمام تمام. في حاجة انا خربانة البتاع دي ممكن نصورها. طيب تعالى نشوف هنصوروا ايه تاني في البيت. ممكن يطلع وحش ويبقى حلو. انا بيبقى العكس يعني. تمام البتاع ده بايظ بس نتصلح في الصور. نصوره. هات البتاع الفيلم حطه هنا واقفل الباب. محمد الصورة ازيك ينفع احطك في الحق دول ما حطيتش. اوب اوب ده اتسع بجد. طيب خليك جوا شوية. عيط عيط. اوكي نطلع برا. البتاع ده نزل نزل. الوردة دي بايظة ممكن في الصورة تطلع غير. استنى بس يلا غور يلا. صور الوردة باينة في الصورة انها حلوة. مات ولا ايه؟ خليك مكانك. حط بعد الوردة في الصورة. وردة في الصورة ايه؟ محمد في الوردة وحطها هنا. اوكي طلعت زرعة عادية. اطلع يلا بينا. اوعى تعالى نوت. عامل ايه؟ طف 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 على الزرعة. يلا بينا. هات بقى البتاع ما بس صداع يا جدعان. طيب فين نوت اهو والبيبي جوه. خليك انت رش كده. البيبي طلع. ده انت رخم يعني. بس فرخة ايه. طيب نحط مسحوق ده هنا. المفروض نمزجه الاخضر مع الاحمر. اخضر واحد. انت فرحان؟ لول انت تاريخي يا غور بقى. طيب هات الجرعة. جاف وش اردع. لول ايه ده؟ ده بقى عيج. ايه ده انا بمشي ببطء عشان اهدفه اهدفه. انا عرفت هنروح نوديه عند الباب ده عشان لا لا لا. طب المفروض نرميه عند الباب ده ونجيب له الجرعه ونيجي. طيب خليك هنا. طب تمام خليك عندك هنا. انا جاي لك بس هو هيتحرك. خليك مكانك انا شايف. لو اتحركت انت حر. لول. طيب طب ينفع ارمي الازازه تحت؟ تتكسر. اوكي اوكي انا عرفت فين نويت. نديله الجرعه. سوري هو هات الجرعه. ارضى تعالى بسرعه بسرعه. اوكي 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 يلا. اوكي يا جماعه هنقف عند الجزء ده وهنكمل الجزء الثاني كمان يومين او ثلاثه. يلا اشوفكم في الجاي. باي.